دونك لا توجد نخبة في الجزائر، عقل مهبول يا ولدي. توجد النخبة، بصح النخبة من أي منظر؟ تقدر تلقاه عامل في وزين متمكن سياسيا وسانديكي كيما نقولوا حنايا، او اكتيفيست سانديكال، الي بلو بلوز افيي بوليتيكمون، متمكن سياسيا خير من الانجينيور اللي حكمه. باسكو الانجينيور حتى انجينيور، ما تقدروش نطلبوا منه. وش هي النخبه؟ النخبه في اي مجال؟ النخبه السياسيه القياديه ما عندناش باسكو يفيقوا بهم صغار كما قالوا الثور الفحل، وش يديروا له؟ كملوها، الجزائريين الكل يعرفوها. سيس باس كونسا سي بوركوا كل 30 سنه يديروا لنا ثوره من الثورات باش يحشوا فيها الجيل هذاك الصاعد اللي قادر يخرج عليهم طريق برك. والقياده تاعنا في كل مرحله تكون على مستوى الجيل اللي صعد. مثلا الجيل هذا تاع درك اللي صعد، اللي رايحين يرحيوه كما بداو يرحيو فيه، الناس اللي عندها الثلاثينات، اسمحوا لي، ربنا ولك الحمد، بور لا بلوبار. Voilà. سلام à tous. Pourquoi ce malheur émue le monde entier? C'est un malheur pour ses parents. Allah يعطيهم الصبر ان شاء الله. Pardonnez-moi, n'ai pas compris, cela a été mondial. Oui, il a été mondial, la personne a parlé. Madame, dites un exemple, Sarah Mimoun. Madame Sarah Mimoun, me dites un exemple. C'est-à-dire, ولد صغير طاح في بير، سوف راه 5 أيام مات. العالم en parle. ولادنا راهم يموتوا في السبيطارات par manque de médicaments, par manque de médecins, par manque de soins infirmiers, par une surcharge virale في السبيطارات. ولادنا راهم يموتوا بسوء التغذية، ولادنا راهم يموتوا كل يوم. Ça n'intéresse personne. هذا c'est un fait social. علاش؟ باسكو الإنسان يحب لا فيولونس دون لو كريم، لا وين كاينه فيولونس الانسان يحب يتفرج، يحب يقراج. مثلا على سبيل المثال ديروا حصه على موضوع هام، قال مثلا اي الاطوار الاولى لحياه الطفل في الميليو، يعني في وسط الاسره تاعو قبل الالتحاق بالدراسه، وما هي التغيرات كي يلحق الدراسة. لكن سمعوكم ألفكم ملح. بصح دير تيتر قال بنت الوالي تاع تبسة داها ولد شنقريحة كلاو الشوا في بوشاوي، ومن بعد داها البوفاريك حكموا الطيارة راحوا لاسويس، شرا لها قرعة ريحة، جازوا على باريس شرا لها طابلة شيكولا، وكملوها في المروك. عندكم 10 مليون دو فيو. دونك الامر في حد ذاته ما عنده حتى معنى، ان اوكان سونس. وعندنا المثال راه واضح قدامنا، الناس اللي قاعده تهضر تلمو عادوا يحبوا يكذبوا عليك وما يلقاوش، عادوا ما يعرفوش يقول الحكايات، هم فارغين درك كيف ريان دير، ما عندهم والو. واحد قال لك يبيعوا الغاز الاسرائيل بالتخبية، واحد قال لك سرجان شاف جاي يقتلني هنايا، وانا يا اخو صعوب زعا وكدعا ودرت له بياج. واحد قال لك اجودان شاف كان حاكم الجزائر دركو كوندان يا مور. واحد من هيه ولا يدير التحقيقات ترافيك دورغان حكايه، او لو شرق والنهار اي كومباني، فوالا سي لا ميم شوز سي تو. سي فو بلي مسيو لاس بارلي دي بي بلون اون الجيري اي كي سون تيل. شوفوا لي بي بلون سي تري سامبل يا جماعه، سي الكولون سي لي بي، كاين لي بي نوار اللي راحوا وكاين اللي قعدوا. اللي قعدوا دابوا في المجتمع بيتسبدوا بالتسميه، يعني اسمه الحقيقي بار اكزومبل الان دو تارتومبيان، ولا اسمه بوعلام بار اكزومبل. كاين ثاني من لي زانديس اليهود عندهم لو نون ابرايك نتاعهم، وعندهم لو نون سوسيتي مثلا. هذوك هما لي بي بلون، عايشين في وسط المجتمع، بصح القوه تاعهم وين؟ لي بي بلون كي يجيو بالخير قالوا له اطوي اطوي، اللي يقولوا له بلع يبلع،
اللي يقول له قلع يقلع، اللي يقول له اقعد يقعد، اللي يقول له دير دير. سي تو كي ديسيد. مرباح وما ادراك ما مرباح، ربي يرحمه. بون لي جون بالك ما يعرفوش ما يسمعوش بيه، هذا لي جون مون اج ان بو بلو فيو كو موا. مرباح اي سا بويسونس. مرمدوه. طيشوه مينيستر، رئيس حكومة، تنحى هو رئيس حكومة سمحها في التلفزيون بلي تنحى، كملوها قربعوا له. وكي تشوفوا كاين كاين واحد الدولة احنا زيها بزاف، زيها بزاف، هي مصر. المقاربات بين الجزائر ومصر مقاربات من أروع ما يكون، من أروع ما يكون. خطر قصدي مرباح نفس خطر سليمان هذاك تاع مصر اللي قربعوا له جوست ورا الثوره، اللي كان حاكم المخابرات المصريه. سي الميم دونجي. شوفوا لو نيو كولونياليزم هذا الاستعمار عنده طريقه، الله يرحمه اكزاكتومون تيجو، عنده طريقه يتعامل بها مع الثورات، باسك عرف الثورات بزاف من قبل، عنده تجربات 300 سنه في الثورات. حنا ما عندناش تجربة تاع 100 سنة في الطواليت، تعرفوا الطواليت؟ نص الشعب الجزائري ما كانش يعرف الطواليت في 62 أبار لي في المدن، اللي هما كانوا 24% من المجتمع. دونك حنا ما عندناش 100 سنة تجربة في استعمال المرحاض، ولازم علينا نحاربوا ناس عندهم 300 سنة خبرة في الثورات وفي الاستعمارات وفي الشعوب اللي كانوا مستعمرينها إلى سولاهمو إكسترا. هذا سؤال مليح. هذا السي عبد الرحمن ياسين، أنت أمازيغي علاه راك تهضر بالعربية؟ أهضر بالأمازيغية أولا، ما هضر القبائلية لا شوية، وهذا مو الخطأ نتاعي مو الديفو تاعي. نهضر بالعربية باش يفهموني الماكسيموم نتاع الناس، نهضر لغة أخرى ثاني، نهضر الفرنسيسة. أمازيغي هذا دم وعرق وأصل، اللغة من مكونات الثقافة الأمازيغية، ربما بعض المجتمعاتيين يعتبروها من مكونات الشخصية، أنا نقول لا، من مكونات الثقافة، إنها مش من الشخصية. تاريخنا يكون الشخصية تاعنا. دونك ماشي تجي تقول لي ارواح اهضر بالامازيغيه، والامازيغيه باش تكون في علمك السياسيين الفاهم، الامازيغيه اللغه مازالت ما كانتش،